سؤال شامل على الحموض والقواعد، شو رأيكم؟ يلا خلينا نشوف. الجدول الآتي يحتوي 5 محاليل، تركيز كل منها 1 مول لكل لتر، اعتمادا على المعلومات الواردة في الجدول أجب عما يلي. طلع شو معطيكم؟ معطيكم 3 قواعد، هيهم، وحمضين. لاحظوا أن المعلومات غير موحدة، إذا بدي أقارن بينها بدي أوحد. نبدأ إحنا عادي، احسب كي بي لقاعدة ايه. لاحظوا القاعدة ايه معطيني تركيز الهيدرونيوم، لازم اطلع هيدروكسيد كي دبليو على تركيز الهيدرونيوم، ويساوي كي دبليو على الهيدرونيوم 2 × 10^-11 ½ × 10^-4 −3. نحرك الفاصلة، 5 × 10^-4 مول لكل لتر. ثم كي بي او اتش ماينس تربيع على تركيز القاعدة ايه. يلا نعوض، او اتش ماينس تربيع على تركيز القاعدة 1/1، فكي بي تساوي 25 × 10^-8. طبعا كي بي كي اي في اتش كي دبليو بدون وحدات، مش مطلوب منا وحدات، ما في وحدات لهم. هاي اول فرع. ايهما اقوى بي ماينس ام زد ماينس؟ هاي عبارة عن القواعد المرافقة للحمضين هذول. وضح الان، دائما الاقوى كقاعدة مرافقة، الاقوى كقاعدة مرافقة للحمض الأضعف. طيب لازم أعرف مين هو الحمض الأضعف، لازم عشان أعرف مين هو الحمض الأضعف لازم أوحد المعلومة. فنحسب ها لحساب Ka للحمض HB، معطيني هيدروكسيد، خلينا نطلع هيدرونيوم، تركيز الهيدرونيوم يساوي Kw على تركيز الهيدروكسيد، ويساوي 10^-14 على الهيدروكسيد 10^-11 10^-3 مول لكل لتر. هاي الهيدرونيوم كي اي يساوي تركيز الهيدرونيوم تربيع على تركيز الحمض نفسه اتش بي، ويساوي 10^-3 تربيع على تركيز الحمض اللي قلنا عنه 1. هيا هذا الواحد لكل المحل 1، فبدي يطلع معي هاي 10^-6. هاي الكي اي طبعا قارنه، هسه صار عندي الكي اي للاتش بي، هاي كي اي تساوي 10^-6. لاحظوا الكي اي اللي انا طلعتها هسه اعلى من الكي اي هون، وبالتالي اتش بي اقوى من اتش زد، اذا العكس قواعد المرافقة، B ماينس أضعف من Z ماينس. أيهما أقوى؟ Z ماينس، لأن الحمض أضعف. عرفتوا كيف بنشتغل؟ تمام؟ يلا 3. احسب pH للحمض HZ. بدي pH Ka يساوي تركيز الهيدرونيوم تربيع على تركيز الحمض HZ، ومنه كي اي. يلا نعوض، كي اي 4/10^-10 يساوي، بحتاج الى الهيدرونيوم سين تربيع على تركيز الحمض 1، سين تساوي 2/10^-5. هذا هو الهيدرونيوم، هذا هو الهيدرونيوم. كويس. الان في اتش يساوي سالب لوغاريتم تركيز الهيدرونيوم، نعوض، سالب لوغاريتم 2/10^-5. الحلو في دروسنا ان كلها متداخله، يعني هون قاعدين بنطرح قانون بي اتش اللي هي مش الحصه الماضيه اللي قبلها، فقاعدين بنراجعه كويس. هذا عباره عن 5 ناقص لوغاريتم 2، لازم يعطيني لوغاريتم الاثنين، لازم. فمنعوض هنا 5 ناقص 3/10 = 4.7.
هاي الـ pH، هاي قيمة pH، تمام؟ لاحظوا يعني انه راجعنا حموض وراجعنا قواعد، حلو، سؤال يعني كويس محرز. هسا بنشوف كمان واحد زيه ان شاء الله. اكتب معادلة التفاعل، القاعدة Y، شو عرفني؟ هي القاعدة Y زائد CH موجب، الأيون الموجب حمض، يعني هذا حمض وهذا قاعدة، والحمض يمنح الـ H، وبالتالي حينتج معي YH موجب زائد C. بس أكمل معادلة التفاعل وحدد الزوجين، قاعدة حمض، الحمض يمنح الـ H، فبدي يعطيني YH موجب زائد B minus، الأزواج المترافقة، القاعدة Y وحمضها المرافق YH موجب، هاي الزوج، والحمض HB وقاعدته المرافقة B minus، وهي كمان زوج. لهون شو رأيكم؟ تمام؟ طيب حدد القاعدة التي لحمضها المرافق أقل pH، يعني أقوى حمض مرافق، لأنه الحمض اللي له أقل pH يعني أقوى حمض، ولا لا؟ وأقوى حمض مرافق لمين؟ لأضعف قاعدة، بدي أضعف قاعدة. الآن القاعدة إيه عندي الكي بي لإلها، هيها، والقاعدة واي عندي كي بي لإلها، ظلت القاعدة سي، بدي كي بي لإلها، وبالتالي لحساب كي بي للقاعدة سي، لاحظوا شو معطيني سي اتش موجب، هاي هي نفسها او اتش ماينس، يعني قصدي اطلعوا معادلة تأين السي، طلع احنا متفقين انه هذول قد بعض، هو اعطاني السي اتش موجب، هايها بالجدول سي اتش موجب، وبالتالي الاو اتش ماينس زيها، عشان هيك كي بي للقاعدة سي يساوي او اتش ماينس تربيع او سي اتش موجب تربيع على تركيز القاعدة سي، ومنه 1/10 قوة سالب 3 تربيع على تركيز القاعدة، هي هناك عندي 1، فبطلع معي القاعدة 1/10 قوة سالب 6، هاي كي بي، وهي كي بي للقاعدة ايه، وهي كي بي للقاعدة واي، اقوى وحدة مين؟ واي اقوى وحدة، كي بي لها 2/10 قوة سالب 5 اقوى من اللي طلعتها هسه، هي كي بي لها اقوى من ايه اللي هو طلعته 25/10 قوة سالب 8، هي ترتيبهم، هاي ترتيب القواعد، بدي الحموض المرافقة، الحموض المرافقة لأضعف قاعدة، أضعف قاعدة ايه، هاي بدي اقوى حمض مرافق لأضعف قاعدة، وبالتالي اللي انا بدي اياه AH موجب، AH موجب هذا عبارة عن أضعف حمض مرافق، يعني هاي السؤال شامل، خلينا نشوف هسه سؤال ثاني.